تعالوا مع بعض نرجع كده ونشوف حاجة تانية. اللي احنا خدناه ده كله جمل شرطية ليها جواب شرط واحد بس في حالة الإثبات، لكن ده ممكن يكون في عندي جمل جواب شرط في حالة الإثبات وجمل جواب شرط في حالة النفي. إف وبعدين جملة الشرط ذن، جمل جواب الشرط في حالة الإثبات، إلس جمل جواب الشرط في حالة النفي، إند إف. عشان نفهم بالاتنين دول نضرب مثال بسيط جدا. أنا قلت لأخويا الصغير، قلت له روح المدرسة، إذا لقيت المدرس موجود احضر الحصة، يبقى جمل جواب الشرط عندي إن الشرط اللي أنا قلت له إذا لقيت المدرس موجود. طب جواب الشرط ان انا قلت له احضر الحصة، يبقى هو كده انا اديت جملة جواب شرط يعمله لو ان الشرط اتحقق. لكن لو جيت قلت له اذا رحت المدرسة ولا اذا لقيت المدرس في المدرسة احضر الحصة والا اطلع المكتبة، يبقى جملة جواب شرط هنا اذا لقيت المدرس. لو اتحقق الشرط ده يبقى ينفذ امر ان هو يحضر الحصة. طيب لو حصل الشرط ما تنفذش، هينفذ امر تاني اللي هو اطلع المكتبة. يبقى ده الفرق بين الاثنين، ان اللي فوق ان يكون في جمل جواب شرط في حالة الاثبات فقط، لكن اللي تحت ده بيكون في جواب الاثبات في حالة جمل جواب شرط في حالة الاثبات وفي حالة النفي. يبقى لو ان الشرط اتحقق زين نفذنا الجمل دي، إلس وإلا نفذنا الجمل دي، في الآخر بقول له إند إف. يبقى جمل إثبات الشرط، جمل إثبات الشرط بتكون من أول ذن لغاية إلس، وجمل النفي بتكون من إلس حتى إند إف. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج بتاعنا اللي فات ده، هنعدله تعديل بسيط، إن إحنا هنيجي هنا نكتب له إلس، ونكتب له هنا رايت أستريك كما أستريك the roots are imaginary. يبقى تعالوا نشوف مع بعض. أنا جيت هنا قلت له إف دي إيكوال زي دي جريتر زان زيرو، جريتر إيكوال زيرو زان نفذ لي الجمل دي، وإلا طب لو دي مش أكبر من أو تساوي زيرو، يعني دي أقل من زيرو، يروح داخل هنا كاتب له رايت the roots are imaginary. هنحفظ المسألة بتاعتنا من قائمة بروجكت كومبايل، لازم طبعا لما ده غيرت حرف واحد build project execute. هذا اكتبه هنا الجمل بتاعتنا اللي هي واحد واحد وسالب 12، دي اللي كانت طبعا انا كتبت واحد متر طبعا ايه الدائر. هنشغل مرة تانية، هنديله واحد كما واحد كما سالب 12، راح مديني الجذور اكس 1 بتلاتة واكس 2 بسالب 4. تعالوا نشغل مرة تانية كده، هنديله واحد واحد وتلاتة، راح طبيعي الرسالة قال لي the roots are imaginary، وطبعا دي افضل من ان هو كان ينهي البرنامج من غير ما يديني اي رسالة.